أهلا بحضراتكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من صحافة الغد، وكما عودتنا صاحبة الجلالة قراءة لكثير من العناوين والموضوعات اللي على قدر من الأهمية بتهم المواطن المصري الكريم في مختلف المجالات، بنتناولها بالمتابعة من خلال حلقتنا من هذا البرنامج. وبالتأكيد يعني ربما المهيمن في هذه المرحلة هو فيروس كورونا، أهمية الإجراءات الاحترازية من جانب، والعودة أيضا على الحفاظ على الاقتصاد وتعويض ما فات من فترة، بالتأكيد يعني الإجراءات الاحترازية ضمان أن الإجراءات الاحترازية تكلل بنجاح وتكون مطابقة للمواصفات، بالتأكيد اهتمام خاص بالأدوات الفعالة في هذا الإطار، فكرة التعقيم، فكرة تأمين أنفسنا من خلال توفر الكمامات الواقية كما وكيفا أيضا. توجيهات من وزيرة الصناعة في اليوم السابع هذه المرة بتكثيف الاتصالات بالمصانع والالتزام بالتوسع في إنتاج الكمامات، لأن مطلوب جدا طبعا أن يكون في تعظيم للطاقة الاستيعابية، لأن بتتزايد أعداد المستخدمين للكمامات في إطار الالتزام بتوجيهات الدولة المصرية في هذا الشأن وفي هذه المرحلة. فمهم جدا أن الطلب العرض والطلب ما يكونش فيه فجوة بينهم. كشفت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة عن تكثيف الاتصالات بالمصانع المختلفة خاصة المنتجة للكمامات الطبية وكذلك القطنية والمصنوعة من القماش، للتأكد من دورية توريد المنتجات لهيئة الشراء الموحد لتلبية احتياجات السوق الداخلية بكل ما تحتاجه من مستلزمات ومنتجات للتعامل مع فيروس كورونا ومواجهة التحديات الخاصة بهذا الوباء. وأضافت نيفين جامع في تصريحات لمعالي الوزيرة لليوم السابع أن وزارة الصناعة قامت بعملية تشبيك المصانع مع جهات التوريد، وذلك لضمان الاستمرارية في تدفق المستلزمات الطبية والمات والمطهرات، وأن هي تكون متوافرة بالشكل الواجب في المستشفيات، إضافة إلى متابعة انتظام إنتاج المصانع بالمناطق الصناعية المختلفة في ظل تعاظم التحديات وازدياد الطلب على هذه النوعية من الأدوات لتلبية احتياجات الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد. نبقى معكم مشاهدينا الكرام في مطالعتنا لصحافة الغد، ومحطتنا هذه المرة جريدة الأخبار، العنوان: المحلات تعمل حتى السادسة مساء، وذلك وفقا للتوجيهات الأخيرة اللي تابعناها مع استمرار الحظر حتى الثامنة مساء بتوقيت القاهرة. يبدأ اليوم بالفعل تنفيذ القرارات الجديدة لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي لتعايش والتوافق مع فيروس كورونا، وبما يضمن تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس والتوجيهات أيضا الخاصة بعمل المحال التجارية لينتهي العمل بها في السادسة مساء، بدلا من اللي كان معمول به في وقت سابق أن بينتهي العمل في الخامسة مساء. وفقا لهذه التعليمات طبعا بيعتمد نشاط المحال التجارية وأصحاب الأنشطة المختلفة اللي بتفتح أبوابها للمواطنين حتى الساعة السادسة، ومتابعة ورقابة لتنفيذ العمل بالمواعيد الجديدة. كما تقوم شركات المجمعات الاستهلاكية والمنافذ الثابتة والمتنقلة لشركات السلع الغذائية بمتابعة استمرار عمل الفروع لتوفير السلع الغذائية اللازمة للمواطنين، مع تكثيف وضمان توافر المعروض من السلع اللي بيقبل عليها المواطنين بنسبة أكبر، خاصة المطهرات وأدوات التعقيم والنظافة والكحول، لضبط الأسعار ومواجهة أي ممارسات لحجب السلع أو لعمل ممارسات احتكارية. نرجع تاني مع حضراتكم لليوم السابع، وفي هذا العنوان: اليوم بدأ حجز وحدات الإعلان 13 بمشروع الإسكان الاجتماعي بعدد من محافظات جمهورية مصر العربية. في التفاصيل، أعلنت وزارة الإسكان بدء تلقي طلبات الحجز لشقق سكنية جاهزة للتسليم الفوري بمساحة 90 متر مربع ولمدة شهر بدءا من الأحد، وذلك في 10 محافظات هي الفيوم، المنيا، سوهاج، أسوان، قنا،
الأقصر، البحر الأحمر، أسيوط، بني سويف ومطروح. يأتي ذلك ضمن الإعلان 13 لشقق مشروع الدولة للإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل 1 مليون وحدة، واللي بموجبه أتاحت الدولة الحجز لمدة أسبوع من 7 وحتى 14 من الشهر الجاري شهر يونيو للمواطنين ذوي الاحتياجات الخاصة لتخفيف التزاحم خلال قيامهم بعملية الحجز، مع إمكانية تقدمهم في الأيام المتاح بها الحجز لغيرهم. يحظر على المتقدم شراء الوحدات نقدا، ويتم الالتزام بالتعاقدات وبعملية السداد وغيرها وفقا للمتعارف عليه في إطار هذا المشروع لمدة تصل إلى 20 عاما، على أن يكون من الشروط والمعايير الأساسية للقبول أن يكون المتقدم من منخفضي الدخل ولا يزيد صافي دخله سنويا من جميع مصادر دخله عن 68400 جنيه سنويا للأسرة. والحقيقة في أرقام كتيرة متعلقة، بالتأكيد يعني الراغب في التفاصيل ممكن هو يعني يتعرف عليها من خلال هذا المصدر صحيفة اليوم السابع. مستمرين معاكم في متابعتنا ومع الأخبار وتصريح لوزارة الأوقاف بأن الجمعة المقبلة تقام الصلاة بمسجد سيدة زينب بحضور 20 مصلي. أعلنت وزارة الأوقاف عن نقل صلاة الجمعة القادمة من مسجد سيدة زينب بحضور 20 من المصلين وهم من العاملين بالمسجد والأوقاف، وسيتم بالتأكيد الالتزام بالضوابط والإجراءات الاحترازية الواجبة. وحدد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف موضوع خطبة الجمعة بإشارة إلى أدب المحن وما ينص عليه الدين الإسلامي في الطريقة المثلى للتعاطي مع الأزمات من منطلق ديني، وأيضا من منطلق حماية المجتمع والحفاظ على النفس البشرية. وأكدت الوزارة من جانبها بأن إقامة الجمعة ستكون مقصورة على مسجد السيدة زينب فقط. آخر وقفتنا في هذه الجولة الصحفية من جريدة الأخبار وتصريحات من الوزير أشرف صبحي بتأييد عودة الدوري ولكن بإجراءات احترازية. يعقد خلال ساعات وزير الشباب والرياضة ووزير الإعلام مؤتمر صحفي مشترك بمقر وزارة الإعلام للإعلان عن تفاصيل عودة الحياة إلى الملاعب وعودة النشاط الرياضي وفقا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وإيضاح بأن هيتم بالتأكيد إجراءات احترازية بالتزامن مع هذه العودة التدريجية للرياضة، وكل رياضة أكيد هيكون في خصوصية ليها وهيكون ليها أيضا اشتراطاتها الخاصة بها. وأوضح الدكتور أشرف صبحي أن عودة النشاط هيكون بشكل تدريجي مدروس، حيث سيتم تقسيم الفترات الزمنية لتكون من 15 ل 30 يونيو للجانب الإداري، بالإضافة إلى السماح للأندية بتلقي الاشتراكات الخاصة بتجديد العضويات للمساهمة في حصول الأندية على دخل مادي في ظل أزمة كورونا اللي بالتأكيد يعني أثرت على مختلف مناحي الحياة وكافة المؤسسات مش بس الخاصة بالدولة المصرية ولكن على مستوى العالم أجمع. وإن شاء الله حمان الله وبإذن الله تمر هذه الفترة بنجاح سواء في إجراءاتنا الاحترازية أو في إعادة الحياة إلى طبيعتها قدر الإمكان. ودوما المصريين عودونا على النجاح في الاختبارات الصعبة، وبتأكيد تجربة كورونا هي واحدة من هذه الاختبارات اللي إن شاء الله ننجح فيها وباقتدار. وصلنا مع حضراتكم إلى ختام جولتنا مع صحافة الغد، بشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.